عايزك تكمل الحكاية دي، بس عايزك تقول ألو. ألو 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 حبيبي منور. لا مين؟ لازم تعرف. طب اتكلم تاني، اتكلم تاني عشان هيعرفك دلوقتي. مش عارف صوته ولا ايه؟ انا مش سامع الصوت. مش سامع الصوت؟ لا يعني طب علي صوتك شوية. ألو أيوة مين؟ أيوة يا شيخ منور يا حبيبي. ده والدك؟ ايوه بابا. عامل ايه؟ باباك؟ دي مفاجأة دي على الهوا. الصوت بس مش عامل ايه يا حبيبي؟ منور الدنيا يا حبيبي. ربنا يخليك يا حبيبي بنورك. يا حاج رضوان. كابتن أسامة. ايه الأخبار؟ والله تمام الحمد لله، الله يبارك فيك. شايف إعارة شادي للبنك الأهلي وتحدي جديد وتجربة جديدة بنتمنى فيها التوفيق، شايفها ازاي؟ والله هي تجربة هتبقى إن شاء الله ممتازة. وهتدي له الفرصه ان هو يشارك. وان شاء الله ربنا يكرمه ويرجع لبيته. احنا كلنا معاه يعني. تعبت معاه كتير حضرتك ووالدته يا استاذ رضوان. والله هو يستاهل. يعني هو من صغره وهو غاوي النادي وبيحب النادي. من صغره. كويس. شادي كان بيقول لي دلوقتي بابايا مالوش في الكوره كان زمان، دلوقتي قاعد قدام قناه الاهلي 24 ساعه متابع كل اخبار الاهلي. كنت ابقى في اوضه وهم في اوضه لما يكونوا بيتفرجوا على الماتش هو والدتي. فدلوقتي خلاص بقينا كلنا اهلاويه. تمام. الحاجه بتتفرج دلوقتي؟ والله اكيد. طيب عايز اخيرا نصيحه منك يا استاذ رضوان لشادي في التحدي الجديد في البنك الاهلي، ان انا عندي ثقه ان شادي ان شاء الله هيخوض موسم كويس، هيأدي فيه منتهى القوه، وهيكون فتحه خير عليه سواء مع المنتخب الاولمبي ان شاء الله يروح، وكمان عودته مره اخرى للنادي الاهلي. فعايز رساله منك ونصيحه منك لشادي دلوقتي على الهواء. والله هي النصيحه ان هو يحافظ على نفسه كويس وصلاته ويفضل محافظ عليها، هي دي اهم حاجه، وربنا يكرمه ويوفقه. ربنا يوفقه ان شاء الله يعني، ونشوفه لعيب كبير يا استاذ رضوان. انا بشكرك يعني شكرا جزيلا، وزي ما بقول لحضرتك احنا دايما يعني عندنا ثقه كبيره في شادي رضوان.